استاذ ايمن، يعني حضرتك بتتكلم على فنان عنده نوع من انواع الرقي والانسانيه، لان كلنا كنا عارفين قصه الحب ايضا المتوهجه ما بين بليغ وورده، ولما رحلوا عن بعض شفنا الشياكه في الردود. يعني شايف القصه دي ازاي، وايه اللي انت عرفته عن بليغ وما كتبتوش في سلطان الالحان؟ الحقيقه قصه حبه اه لا جدا والله. الحقيقه قصه حب الورد دي الحقيقه دي قصه دراميه جدا على فكره. يعني ورده حبت بليغ قبل ما تشوفه وهي لسه طالبه ثانوي في باريس هناك، صحيح، وهو حبها ما قبل ما يشوفها لما سمع صوتها. فانت قدام قصه الحقيقه وقصه حب طويله جدا ومرت من مطبات، يعني هي اتجوزت وهو اتجوز، ورغم كده الحب ما انتهاش. ومجرد ما شافوا بعض بعد كام 10 سنين اتجدد الحب واتجوزوا. فكانت قصة يعني الحقيقة غريبة جدا، وهو قدم لها أجمل ألحان وردة الحقيقة، كانت من أجمل غنى وردة، كان من ألحان بليغ، يعني حوالي 101 أغنية الحقيقة قدمها لها. أجمل، يعني تحس فعلا فيها حاجة، فيها حاجة مختلفة، يعني فيها صدق، فيها إحساس. اللي عايز أقوله لك إن آخر طلب لبليغ في هذه الحياة وهو في مستشفى جوستاف روسي في باريس قبل ما يموت بمفيش يعني دقايق، حد صاحبه هناك الاستاذ محسن الخطاب، ده كان يعني مساعد ليه ومقرب، كان طول الوقت معاه، طلبه في التليفون وقال له تعالى لي بسرعه المستشفى. لقاه في حاله الحقيقه كانت صعبه، حاله صحيه، فكان اخر طلب للبليغ قال له ما تحاول تكلمني ورده في مصر. تخيل، يعني اخر طلب ليها. فلا بليغ اتجوز، يعني على فكره رغم ان هم اتطلقوا مثلا او انفصلوا سنه 79، بس لاخر وقت الحقيقه يعني بليغ عاش بعديها لغايه 93، يعني شوف حوالي يعني حوالي 14 سنه، كانت ورده هي قصه حبه، وهي وكل ما يعمل لحن جديد يكلم ورده يسمعه لها. فدي قصه، لا دي قصه ملهمه، دي من الحاجات اللي تتحط جنب عنتر وعبله. يعني دي حقيقه، يمكن زي ما حضرتك بتقول يا استاذ ايمن، حتى ممكن الشباب اللي لسه حتى دلوقتي مش عارف بالظبط اغاني بليغ ايه، ممكن يكون بيسمع عن بليغ حمدي بس، عارفين بليغ حمدي وقصه حبه مع ورده. يعني الحقيقه فنان كبير وعملاق، وبشكر حضرتك انك دونت قصته في كتاب، لان هو يستاهل الحقيقه.